الرابع أن يكثر تأمله في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى والسفهاء ومن لا دين له ولا عقل، ثم ينتظر إلى أحوال الأنبياء، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى سمة الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ويستمع أحاديثهم ويتطلع أحوالهم، ويخير عقله بأن يكون على ويخير عقله بأن يكون على شبه أرذال الخلق أو على الاقتداء بمن هو أعز أصناف الخلق عند الله تعالى، حتى يهون عليه بذلك الصبر عن القليل على القليل والقناعة باليسير، فإنه إن تنعم في البطن فالحمار أكثر أكلا منه، وإن تنعم في الجماع فالخنزير أعلى رتبة منه فيما قيل، وإن تزين باللباس ففي اليهود والروم والسفهاء من هو أعلى رتبة منه، وإن قنع بالقليل ورضي به لم يساهمه في رتبته إلا الأنبياء والأولياء، وبالله التوفيق. لذلك الإنسان يعني يطالب النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل عليه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ووجده نائما في حصير، وذلك الحصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه من يعني هذا من هذه الحال التي رأى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتذكر حال الروم والفرس وتنعمهم. فمن جملة ما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضى بأن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست نظرته إلى زينة الحياة الدنيا، وإنما نظرته دائما إلى الآخرة، ولذلك ربى أصحابه على هذه النظرة. ولذلك قالوا أنه لا بد للسالك من مخالطة الفقراء والمساكين. لماذا؟ حتى يرق قلبه. أما مخالطة الأغنياء دائما فإنها تقسي القلب. لماذا؟ لأنه لا يرى إلا أثر النعمة دائما، هذا ربما يطبع في قلبه الخوف من فقد النعمة والخوف من النقص والخوف من كذا، والإنسان معرض في هذه الحياة. زد على ذلك أن قلوب الفقراء والمساكين تكون القناعة فيها أكثر في الغالب، وكذلك درجة اليقين تكون أرفع، تجده لا يكترث من أين يأتيه رزقه، فيأتيه صحن من هنا صحن تمر من هنا، ويأتيه زين لحم من هنا، ويأتيه رز من هنا من جار أو من صاحب يرسل له. أما الأثرياء فإنهم يحسبونها بالقلم والمسطرك كما يقال زين، فإذا خالفت الحسبة شوية تجده وجل، تجده قلق، تجده لا يقلق من أمر الآخرة وإنما يقلق من أمر الدنيا. إذن مصاحبة الميسورين دائما أو الأثرياء دائما أو العيش مع الأغنياء هذا يقسي القلب. لماذا؟ لأن أثر حركة النفس عندهم مع الدنيا أكثر، وأثر الدنيا قاسي، أثر الدنيا قاس في قلوبهم، وبالتالي من عاشر قوما 40 يوما كان منهم أو صار منهم. أما مخالطة الفقراء ومخالطة المساكين ومخالطة الأيتام زين هذه ترقق القلب. مخالطة كبار السن كذلك الإنسان يرى أثر السنين زين على هؤلاء على وجوههم وعلى أيديهم، ويتذكر أنه إن مد الله في عمره سيصل إلى هذه المرحلة التي يشتكي فيها كل عضو من الوجع والسهر من غير علة، ليس بالضرورة أن تكون هنالك علة، يصل الإنسان في مرحلة من مراحل عمره إلى أن يشتكي الجسد من الوجع والألم من غير علة. لماذا؟ لأن الوهن خلاص، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فإذا ينبغي للإنسان أو ينبغي للسالك مراقبة القلب، لا يمنع مصاحبة الأغنياء، لا يمنع، لا تمنع، ولكن مخالطة الفقراء ينبغي أن تكون أكثر. يستمع الإنسان إلى كلامهم، مخالطة كبار السن الذين قل حبل الأمل عندهم أيضا مخالطتهم أيضا حسنة، والحكمة أيضا تؤخذ منهم. لماذا؟ لأنهم خبروا السنين.